أسعد الله صباحكم، مرحبا وسهلا بكم، والله زوالكم حيثما تواجدتم، مرحبا وسهلا بكم في مباشر جديد. هذا المباشر نبثه عبر التيك توك وعبر الصفحة الفيسبوكية، واللي من خلاله سنتحدث عن زريبة تحفة وزهراش والحموشي، والزريبة اللي لا يطبق فيها القانون، عندها قانونها الخاص. إذن من فضلكم لا تنسوا مشاركة رابط هذه الحلقة. عندكم الخيار بين أن تشاهدوها عبر التيك توك ولا تشاهدوها عبر الصفحة الفيسبوكية. إذن لحظات إن شاء الله نبدأ على بركة الله، نبحر جميعا. لوبو البزناز لباس تبان ما رقدت البارح. مرحبا سلام عبد الله. لوبو البزناز ما رقد البارح. جاو الشيخات لا تلوصوا الله مزال. الشيخات لا رجعوا والله مزال. حماوا البنادر والله ما حما. لوبو البزناز ما تقد يبين وجهه، غطى وجهه البارح وعدى الفيديو في السب والشتم فعلا. هذاك الشيء اللي تعرف حقيقه، هذا الشيء اللي تعرفوا انتم، جاي من المستنقعات، مستنقع محمد السادس والكلام الساقط، مستنقع الزريبه. محمد المختار مرحبا وسهلا، آية هبة وعليكم السلام مرحبا وسهلا. عبد النور تحياتي، اذا لا تنسوا مشاركوا الرابط. سفيان جوكر تحياتي، توكل في طاجين جنوب افريقيا، برافو عليك برافو عليك. العميد وعليكم السلام ورحمه الله. لوبو البزاز انت تسب البارح، والله حقيقة هذاك هو اسلوبكم، هذاك هو مستواكم، والله مستواكم هو الكلام الساقط. الانسان حتى لو بغى يسمع الفيديو شيء يسمع فيه، ولكن طبعا حد قاعد يشوف وجهك انت، وجهك فيه ما شاء الله ياسر من الوديان والانهار، بلدك جاك موس من هون وجاك موس من هون وجاك من موس من هون، باين عليك الحج ما شاء الله، باين عليك الحج يا البزناز، باين عليك الصلاة. زريبة الشمكارة، الشمكار الأول محمد السادس وعصابته كاملين الشماكرية. إذا في هذه الحلقة نتكلم عن زريبة الحموشي وتحفة وزهراش، هذه الزريبة اللي لا ما فيها أبدا أي قانون. وهذا الفيديو مستوحى من مقال كتبه الصحفي الاستقصائي المغربي إدريس فرحان المقيم في إيطاليا، واللي تكلم عن مآل الشكاية اللي قدمت في نهاية 2020 من طرف المخابرات المغربية، لا دي جي سي او ولا دي اس تي ولا جيت. هذو مخابرات الزريبة وبوليس الزريبة تقدم آنذاك بشكاية قال إنها ضد خوانة الوطن. يا سلام على خوانة الوطن، من هم خوانة الوطن؟ حسب الشكاية هم أولئك الذين يفضحون عورة محمد السادس ويعني يكشفون حقيقة نظامه. قام آنذاك صاحب الدجاجة بإعطاء تعليماته إلى أجهزته المخابراتية أن يتقدموا بشكاية ضد مجموعة من الأشخاص لأجل جلبهم لتطبيق القانون بناء على القرعة الشريفة، القرعة الملكية الشريفة. هذه الشكاية يبدو أنه ما أعطت أي شيء، لأنه من 2020 ونحن ننتظر القرعة الملكية الشريفة، فلم نجد أبدا أي ردة فعل من السلطات الفرنسية التي تعرف جيدا حقيقة تلك الزريبة، ولا يمكن أبدا أن تقوم بتسليم أشخاص فقط لأنهم يعبرون عن رأيهم، لأن فرنسا ليست هي زريبة محمد السادس. زريبة محمد السادس عندها قانونها الخاص، ولكن القانون الحقيقي المطبق في الدول الديمقراطية يحفظ للإنسان كرامته ويعطيه الحق في التعبير. أنا ذاك كنا قد كتبنا رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحتج فيه على هذه المحاولات الكثيرة لنظام المخزن باش يمنعنا من التعبير عن الرأي وممارسة مهنة الصحافة على الأراضي الفرنسية، وكان أن أجابنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن طريق رسالة
يوضح لنا فيها بأن يعني حق ممارسة مهنة الصحافة والرأي والتعبير مضمونة على أراضي الفرنسية، وبالتالي خاب ظن الحموشي وأجهزته المخابراتية التي كانت تظن على أنه من خلال ممارسة الضغط ومحاولات المنع أنها ستنجح في إسكاتنا أو إسكات صوتنا أو منعنا من ممارسة حقنا في الصحافة التي رضعناها منذ سن 14 سنة ومارسناها مدة 14 سنة داخل مؤسسات الزريبة قبل طردنا في 2013 ظلما وعدوانا من طرف نظام المخزن. هذه الشكاية كانت ضد مجموعة من الأشخاص، من بينهم شخص قال له محمد تحفة. محمد راضي اللي بالمناسبة هو يعني على رأس القائمة دعوات أمي مرحبا وسهلا. محمد راضي اللي بكل تواضع على رأس القائمة، أول واحد في اللائحة بادين بي طبعا، يشرفني أن أكون على رأس القائمة. وبعد ذلك يأتي مجموعة من الأشخاص الآخرين، من ضمنهم واحد قال له محمد تحفة. هذا تحفة الدرابكي السابق، طبعا خريج مدرسة الدربوكة في الزريبة، والذي انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في بداية عطائه الإعلامي كان إنسانا يعني مع الحق، كان يتكلم عن الحق ويهاجم حتى الحموش. لنسمع هذا الفيديو ومن بعده نشوف التطورات التي حدثت بعد ذلك في قضيته. حموشي، لأنه نهار كتهضر الحموشي كتنوض القيامة في البلاد ولا على برا، دونك على بال أنا غادي نفرش. حاول تكبسهم فضلك. قلت عليك قلتي الهضرة، والهضرة باقا ثابتة عليك، دونك بقى معنا باش تعيش معنا أكفاس يوم. راك لازم نسمعوا اللي غندم عليه تحفة وهو يهاجم الحموشي. المهم الإخوان الإخوات، ديروا يعني لي زيكوتور ولا المسائل تاعكم باش تسمعوا. هنا ما غاديش يكون تخسر الهضرة، لكن باش تكونسونطراو. كنتي فعلا باغي تخدم مزيان، شو تخليونا نقولوا بانكم نتوما مساهمين ومشاركين مع المفسدين. هذا على اثر الشكايه مباشره. لازم نرفعوا دعوه. على اثر الشكايه تكلم بهذه اللغه. Qu'il puisse avoir des troubles urinaires ne se voit pas forcément. Prenez soin de lui avec Ultimash à stériliser. 2 millions de franciliens recherchent la perle rare sur le bon coin. Le bon coin vendez maintenant. كبسون فضلكم تكبس ضعيف. وأي دولة هذه؟ رب صح، أي دولة هذه؟ إذن هنا يقول للمغرب أي دولة، واش أنتم دولة ولا عصابة؟ يعني يخاطبهم بالحقيقة، هذه الحقيقة، يقول لهم واش أنتم دولة ولا لا؟ طبعا ما أنكم دولة، هذا شيء مؤكد وتثبتون ذلك يوما، كل يوم يعني تثبتون بأن المغرب ليس دولة. وهو قال علمكم لستم دولة، وهو في النهاية يعني لم يحاسب على كلامه برغم أنه كان موضوع هذه الشكاية من طرف كل هذه الأجهزة. أي دولة؟ أنا بغيت نقول الناس أنا سعيدة وأنا نحشم. هذا في نهاية 2020. والله العظيم السي الحموشي، كل ما كانش فيك أنت دخل. سمع. لتكون عشتي هذه القضية ديال الضابطة الوهيبة في 2017. إذن يقول لي الحموشي مباشرة، لو كنت أنت مالك غدار ولو كنت مانك شريك في جريمة ضد الضابطة المغربية وهيبة خرشيش اللي تعرضت للطرد بعد أن بلغت عن مغتصبها أو محاول يعني اللي حاول يغتصبها ويحاول يستغلها جنسيا، وهو واحد من مسؤولي الأمن في الزريبة فقط لأنه عنده قرابة مع أحد المسؤولين فإنه محمي، فلو كنت غير شريك في هذه الجريمة لتدخلت ولحليت المشكلة قبل أن تهاجر الضابطة وهيبة نحو الولايات المتحدة الأمريكية وتم تجلدكم من هناك. ولكن كاين شي حاجة ما ركباش، كاين شي حاجة ما هياش. عندي مشكل ديال الضابطة مع الرئيس ديالها في العمل، تحرش بها، نفتح تحقيق نزيه والمذنب ياخذ الجزاء ديالو. ما ديرش لنا السي الحموشي سياسه الهروب الى الامام، لان سياسه الهروب الى الامام والله لن تزيد الطين الا بله. والله الا الشعب ولك نقول ويليش هاد الشيء، حتى دوك المعارضين اللي كيسبوا الدوله والملك غادي تخلي بسياستك الرعناء الحموشي، بسياستك الرعناء
هذه تخلي الناس يتعاطفوا مع هذوك الاخرين. برافو عليكم، شفتوا معي، مرحبا وسهلا. هو يقول الان يقول الحقيقه قبل ان يكذب مع الكذابين، لانه عندك يا اما تكون مع اصحاب الحق يا اما تعود مع الكذابين. اذا كنت مع الكذابين كلامك باين على انه كذب، ولا يجبرك مع الحموشي ومع زهراش ومع محمد السادس ومع نظامه كامل. واذا كنت مع الحق تكون مع المعارضين او تكون مع الناس اللي يكشفوا حقيقه المغرب. إذن كل هذا الشيء اللي قام به الحموشي انذاك يؤكد ان المعارضين سواء الصحراويين سواء المغاربة على أن ما يقال في حق هذا النظام هو حقيقي وثابت، لأنه كلام حقيقي. إذن هنا تحفة يقول الحقيقة، ولكن راه من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا يستطيع أن يقول الحقيقة. هذا الكلام يقد يقوله وسط المغرب، لأنه لا قالوا وسط المغرب القنينة الشريفة تنتظره. شيخات الأطلس رجعتوا والله ما رجعتوا. اللوبول البزناز طار انشاء. رجعت ولا ما رجعت؟ الشيخات الاطلس لحقت ولا مازال؟ الواقيش قال بلى والله ليس 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 الخائن الا انتم الذين تخون. شفتوا تحفه يقول لهم انتم الخوان الحقيقيين، انت الحموشي الخائن الاول، وانت يا محمد السادس الخائن الاول، وانت يا المنصور الخائن الاول والثاني والثالث والرابع، انت يا زهراش الخائن الاول والثاني والثالث والعاشر، انتم الخوان الحقيقيين، انتم خونة الامانه وخونة الضمير، انتم اللي بايعين المغرب، انتم اللي بايعين حقوق المغاربه، انتم اللي متعدين على حقوق المغاربه، انتم اللي عندكم واحد الامانه على ظهركم وخاينينها، انتم اللي تتقاضوا راتب من اجل باش تحرصوا على تطبيق القانون، وانتم تخونوا القانون وتخونوا المؤسسات وتخونوا المغرب اللي خاصه يكون مغرب في كل في في, في, في يحتضن الجميع وملك الجميع. ولكن انتم تعدلوا العكس، باغين مغربكم انتم وحدكم، باغين سفينتكم وحدكم انتم، باغين تسافروا في هذه السفينه وحدكم انتم، واللي ما عجبكم تروحوا في الحبس، واللي ما عجبكم تتهلاو فيه في القنينه، اللي ما عجبكم تطردوه، اللي ما عجبكم تتعداو عليه. ولكن اللي مشى معاكم في هبالكم وفي سرقتكم وفي اختلاسكم في خيانتكم للامانه، لا هذاك مرحب به. تبدل شاطر قالنا بغى يبدل الجنسيه، اش لا يتبدل الجنسيه، منين لا يتبدل الجنسيه؟ خاص صاحب الدجاجه يوافق لك على اسقاط الجنسيه. تغضون الطرف عن الفساد وتغضون الطرف على المفسدين كيطحنوا في ولاد بلادكم، كيطحنوا في ولاد بلادكم، وما دمتوا ساكتين انتم كيقسموا معاكم، والله الا كيقسموا ما هذا السكوت ما يمكنش. جرائد الصفراء، جرائد اللي كتخلصوا انتم، والله عندنا دليل انكم كتخلصوا الجرائد، والله البوليس كيخلص الجرائد باش تكتب. اسمعوا تحفة يقول للحموشي، مرحبا وسهلا حزير، يقول للحموشي، يقول له انتم البوليس تخلصوا الجرائد في المغرب، عندنا الدليل على انكم تخلصوا البوليس تخلصوا الجرائد في المغرب. ولم يحاكم، العكس الان هم يخلصوا عليه الطياره ماشي اليونان والسفريات الان. هذا اللي قال لهم انتوما عندي الادله على انكم انتوما اللي تمولوا صحافه الزباله، انتوما البوليس، انت يا الحموشي اللي تخلص صحافه وما تحاسب. وبالرغم من هو موضوع هذه الشكايه اللي ضد مجموعه من الاشخاص فقط لانهم يفضحون الواقع في المغرب، الشكايه اللي انحطت في نهايه 2020، عدوا لها هلالة كبيرة، الأجهزة تحاسب، الأجهزة تضع شكاية، الأجهزة تتابع، شكل عن العالم كامل في ملكيتهم، شكل عن المحاكم في العالم تحت ملكية الحموشي ومحمد السادس وكذا، ويفعل فيها ما يشاء. لا يجي المحكمة يقول لهم أعطوني واحد الكبش عندكم هون، والله واحد النعجة نجرها، يمشي الولايات المتحدة الأمريكية يقول لهم عندكم واحد النعجة عندكم هون مصدعتني تعدل لي الفيديوهات من الولايات المتحدة الأمريكية، نجرها نديها للزريبة
عندي باش نطبق عليها القنينة الشريفة عطوها لي. صاي لي قوم أمريكا تقول لهم بسم الله هاك بغيت ضابطة وهيبة هاك جرها. والله عندكم واحد هون واحد الكبش يعني ينطحنا في اللايفات كل نهار اسمه محمد رادي الليلي في فرنسا، اعطوه لنا نجروه ندوه للزريبه باش نتهلا فيه في القنينه الشريفه. صاي فرنسا اللي تقول لهم بسم الله عليكم هاك الكبش الفلاني ندوه معاكم. هذا هو في تصور هذا هذا المعتوهين الذين يسيرون المغرب، هذا المعاتي هذو خونه المغاربه وخونه الضمير. نايض يا حاطة تحفة مع رادي الليلي دنيا وزكريا المؤمنين. أنا غنوجه لك السي الحموشي واحد يعني أنا ما حقدش عليك وما هي ما حقد عليك، أنا كنشوف التسيب اللي كاين في عينيك. أنت راه وليتي ديال بحال ما عمري ما سمعتك بعد حتى تدوي ديال بحال داك أبو الهول. أنا كنتفرجوا فيك راك شامي خوش كدير الله أعلم. رجال ديال السي الحموشي فحال السي الحموشي ديك النهار هي كنسمع هنا في فيديو غير مسرب ولا تسرب. حموشي ديك العملية ديال الإرهاب يقول لي ما مسي واش البوطة الصغيرة ولا البوطة الكبيرة، هادي تورطوك. كيفاش البوطة الصغيرة نتوما كتعجلوا لداك خلينا شنو غتحطوا لي في التصاور؟ خدي من هاد الفلاتات. إذا يتهم الحموشي على أنه يستعمل القنينات للمعارضين. كاين شي نظام في العالم الآن يستعمل القنينة؟ كاين شي نظام يفاخر بالقنينة؟ كاين شي شعب يتفاخر بالقنينه؟ ورا الشعب المغربي ذوك اللي مدوخهم هذاك النظام محمد السادس يفاخروا بالقنينه. شكل عن القنينه شي صايد قنينه تخلع الناس، القنينه ما تخلع الناس. قنينه ما تخلع الشجعان، ما تخلعهم القنينه ولا غير القنينه. الشجعان لو كان تخلعهم القنينه ولا يخلعهم التهديد ولا الخوف كاع ما يدخلوا المعارك الكبيره. ضد أنظمة وليس ضد أشخاص، لأنه هذول أنظمة، هذول المحكمة تحت يدهم، البوليس تحت يدهم، لاتشي تحت يدهم، لاديسي تحت يدهم، كل شيء تحت يديهم، كل شيء يتصرفوا فيه كما يريدون، ولكن يبقوا في هذاك الشيء في حدود زريبتهم فقط. الزريبة هذيك اللي هما فيها يتصرفوا في الناس كيف بغاوا، ولكن بمجرد يوصلوا للحدود يعني بمجرد تنتهي حدودهم ما تلا عندهم قيمة ولا عندهم سلطة على الآخرين. بأمامك الوقت، أنا كنوجه لك هذه النصيحة لوجه الله، مازال أمامك الوقت. التواصل ثم التواصل ثم التواصل. التواصل قال له شوف الحموشي تواصلوا معايا اسمحوا لي باش ندخل للزريبة باش نقلب الفيستا باش نرجع معاكم باش انت نطبل لكم نرجع نجيب لكم الدربوكه. وجدوا لي واحد الدربوكه جايه من جامع الفنا في مراكش ندربك معاكم نتمو ندربكو حياك. هو عندنا لا القطيع هناك، عندنا لا الغنم الماعز والخرفان والشياه والحمير عزكم الله ولا بغال، تعالوا يعني ندربكو حتى ندربك معاكم نضحكوا على الشعب، لانه الشعب ما هو لا يحاسبنا، لانه الشعب فيه وات وذوك اللي يحكموه فيه وات. هذه الفكرة اللي جاب هذا تحفة. دوك العنتريات هذوك البطولات ديال الدوك راهي مهزوزة ما نديرو بهم مشرفة تحية. كاينين شي كوين شي كوين اللي ما كنتوش مع الحق ولا تصفقوا لي الباطل، لا تصفقوا لي الباطل. راه الحموشي ما الحموشي الا مدير عام قد خلت من قبله المدير بزاف ديال المديرين. فين هو؟ واش بغيت السيد باغي تخلدو تمايا؟ لا احد يحاسبه، لا احد يحاسبه عليه. داك السي الحموشي المغرب يخسر نقاط حقوقيه امام المنتظم الدولي. اذا ما خيروني بين القضاء على الطغاة والعبيد ساختار العبيد، لان العبيد هم من يصنعون الطغاة. هذا الحموشي هذا صنعه العبيد. الحموشي شكون صنعه؟ من هو اللي يصنع؟ من هو اللي يصنع الحموشي؟ إذا الحموشي طاغية. إذا على ما يتحاسب؟ على ما يتحاسب هذا على 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 هذا الكلام؟ على ما يتحاسب عليه؟ على ما يحاسبوه عليه؟ طبعا ما يقدروا يحاسبوه عليه لأنه دخل معاهم عاد درابكي معاهم. صنعوا الحاسي الكبر، صنعوا اللي ما كيخافوش الله، يزينون لك أعمالك.
انت رجل خدام في المديريه ديال الامن الوطني، انت موظف عند المغاربه، قرب المغاربه اكثر، افتح قنوات للتواصل مع المواطنين، مع اليوتيوبرز، مع 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 هذوك الصحفيين اللي انت معول عليهم، راه باين عيبهم هذوك الصحفيين اللي اذا هذا جزء فقط مما قاله تحفة. الان تحفة تعالوا تشوفوا مع من، تشوفوا تحفة الان مع من، مع من يتجول. دائما من قلبي قبرص، من قلبي قبرص. هو الان مع زهراش ديال الهضره باننا الى وصلنا سوف يتم اعتقالنا، سوف يتم الزج. سبحان مبدل الاحوال، سبحان مبدل الاحوال في الزريبه، سبحان من يبيت واحد مناضل ويصبح درابكي. سبحان الله، ممكن يكون البارح درابكي وبعدها يصبح مناضل وبعدها في النهار الثالث يصبح درابكي. سبحان الله، الله يعز القرعة الشريفة، الله يعز نظام التهديد. واش هذا الشيء مفهوم عندكم في الزريبة ولا ما هو مفهوم؟ الله يفيد خطا، حاولوا على انكم تكبسوا من فضلكم. ها واش مفهوم عندكم هذا الشيء ولا ما هو مفهوم؟ سبحان الله، كان مناضل يسب الحموشي وما خالك شي ما يقولوا في الحموشي، وضع له الشكايه وكذا، والنيابه العامه وقضاء وكذا وتسليمهم كذا، في التالي عاد اقلب كل شيء، عاد مع من؟ مع زهراش اللي هو محامي، اش محامي البوليس، زهراش محامي البوليس. راهم يتسكعون في العالم بفلوس الشعب، فلوس المغاربة، فلوس المغاربة، أموال المغاربة، راهم يتسكعوا بهم في العالم، عدلوا بهم العنطريات. كتلقيتوا شي نظام تافه إلى هذا الحد، نظام تافه، ينتشر مقال هنا ويتموا هما ماشيين في العالم، احنا معتقلنا البوليس. اش هذا المستوى؟ اش هذا المستوى؟ اش هذا المستوى؟ العظيمة واحلى في شيء مفيد للشعب، الأنظمة واحلة في شي قضايا اللي هي اللي تحل مشاكل الشعب، واحلة في الاستراتيجيات اللي ممكن تستجب لتطلعات الشعب، كيف العطاش، كيف الجوع، كيف الفقر، كيف قلة السكن، ماشي واحلة في التفاهات. واش هذا مغرب الحموشي؟ واش هذا مغرب الدرابكي؟ واش هذا مغرب زهراش؟ واش هذا مغرب المثليين؟ واش هذا مغرب الشواذ؟ واش هذا مغرب صحابه الخروده والكلاب؟ واش هذا مغرب؟ اش هذا اللي تتكلمون عنه؟ هذا راه حنا اللي نشوفوا الان، راه شايفين حنا مغرب اش؟ مغرب الدرابكيه، ومغرب الطلابة، ومغرب الديوثيين، ومغرب الناس اللي ما عندهم مبادئ، ومغرب التفاهة، ومغرب ناس ينفقوا في الأموال في الأخوة الخاوي. والمستوى منحط، مستوى منحط جدا، منحط يعني واصل مستوى معين لا يتصور، ما يتصور على بالكم المستوى اللي لاحقوا نظام محمد السادس والناس اللي يخدموا مع نظام محمد السادس، مستوى منحط. يترك الصغار، سمعوا شنو يقول لكم هذا تحفة. بنا في السجن سوف انتم عارفين كلام طويل ياك استاذ زهراش. وصلنا بالامس لقبرص على الساعه 9 صباحا. دابا تشوف هادو تقول لهم راه بحال لا عاد نوريهم المنظر الخارجي، نوريهم المنظر الخارجي. وصلنا الساعه 9 صباحا، المطار ديال قبرص مطار جميل رغم صغر حجمه، وكان الامور كلها مرت بسلام. وصلنا للفندق. وحنا مالنا تدخلوا للحبس والله ما تدخلوا للحبس، والله يقبضكم البوليس والله ما يقبضكم البوليس. مش علاقته باش تخلطوا الامور الشخصيه مع 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 الامور الرسميه؟ واش ما عندكم سفارات
تصدر شي بلاغ ترد على هذا الشيء اللي مكتوب ولا لا؟ عندكم اللي الناس التفاهين يصنع صانع التفاهة يطلعوا في فيديوهات أنا راني داخل في الحبس. بالله عليكم هذوك الناس اللي عطشانين، الناس اللي ما عندهم الماء في المغرب، هل هي أمهم هذا الموضوع؟ الناس اللي ماهم ساكنين من زلزال الحوس كم من شهر الآن ماهم ساكنين، وش يهمهم هذا الأمر؟ وش يهمهم بأنه زهراش في الحبس ولا تحفة في الحبس ولا الحموشي في الحبس؟ بالله عليكم شيء غير لهم إلا كان الحموشي في الحبس. أنا أتكلم عن استغلال المؤسسات، إلا من تفاهم العياش أن نفهمك على أنه هذه مؤسسات، والمؤسسة راهي ما هي في ملك شخص، مؤسسة ما مؤسسة للعموم، تمول من المال العام وخاصة تخدم الشأن العام، ما زالت تخدم الأشخاص. واش انتم ما عارفين حتى منين تبدأ الأمور الشخصية الأمور العامة؟ انتم كل شيء مخلط عندكم. شوف خيخي مهتمة بالناس، هي مؤسسة خاصة تهتم بالعموم، تهتم بالقضايا العامة، لا هي مكلفة بالناس. هذو التافهين مكلفين بالناس، يتكلموا عن الناس. يلا اعطونا شي دولة عند هذا المستوى، هذا المنحط اللي عندكم. حوالي الساعة 10 استحمينا مع راسات ناظرنا مع راسات ناهر، يا سلام قضينا واحد اليوم جميل جدا. فإذا بنا تنتفاجئوا بالمدعوة أمال بوسعادة كتقول لك ودي تما يعني اقتحام غرفتنا ديال الفندق مع الفجر مع الخير. إذن هذا ما قاله تحفة وزهراش زيارتهم لقبرص. تعالوا شوفوا ماذا قال زهراش في محمد راضي الليلي. يا سلام، بعد سمعوا زهراش. سبحان الله، هذو المحامي في الزريبة جاهل، المحامي جاهل بقرة متنقلة. المحامية خليه العامة ما تكلمنا عنها. المحامي في الزريبة جاهل، المحامي في العالم كامل في الدول، تكلم عن الدول الديمقراطية بلا ما نخلطكم انتم مع هذوك الدكتاتوريات. المحامي في العالم في العالم الديمقراطي إنسان يحس بالكلمة سبب ما يقولها. الكلمة خلي التصرف، الكلمة يحسبها سبب ما يقولها، يحسبها لأنه عارف عنه إنسان للقانون، إنسان يمثل القانون. في الزريبة المحامي أجهل من هذاك اللي ما مشى للمدرسة. المحامي في الزريبة طبعا ما نعمم ليس هذا تعميم، لأن تعميم لغة الجهلاء، ولكن المحامي من أمثال هذا خاصه يمشي يبدأ المدرسة، أحسن منه واحد ما مشى للمدرسة أحسن منه. والمشكلة هذا محامي الدولة، مشكلة على أنه هذا البوليس قابضينه محامي الدولة، ولاجات قابلتهم محامي الدولة جاهل. جاهل. واسمعوا كلام العقل، اسمعوا كلام هذا العقل. وليد غير قبل ما نحلق بك نعبر على واحد الموقف ديال واحد التحيات اكبر واجلال الى كل مغربيه ومغربي اللي حضروا في الساحه ديال المعز ورفعوا الاعلام ونددوا بالممارسات لا انسانيه. انا كمحامي مثقف عارف القانون، يحيي بطريش الاحمر اللي مشى دا صورت
محمد السادسة وتا شرويطة اليوطي لساحة باريس احتج يعني رب السلام مريم. انا كنحن نحيي ذوك الجهال المترديه والنطوح ومع في السبع ذوك اللي تسكعوهن في باريس ذوك اللي جابتهم القنصليه ان احييهم انا كمحامي احييهم لانهم كانوا وطنيين جاوا لساحه باريس وداو معاهم صوره محمد السادسه ملكه وداو معاهم شرويطه اليوطي وقدموا ودافعوا على الوطن. شنو هو هذا؟ هذا العلم هذا في نظركم علم هذا والله جهل جهل هذا الجهل. يعني ذاك اللي هذو ذاك اللي في فرنسا راه حتى مش طاردهم من الزريبه راه طاردهم للفقر راه ما جابتهم الشبعه راه ماشي دكتور لقى فرصه فرنسا احسن من الفرصه اللي كاينه في المغرب وقرا نو لا الجاهل حدا خوه الجاهله حدا اختها المتسكع هذوك اللي طيب المسمن في الدار مع كامل احتراماتنا هذوك اللي وهذو جايت للشارع يحتج وقال لك على من يحتج وقال لك لفائده المحتجين في مخيمات تندوف المحتجين اما ما شافوا ذوك المحتجين حقيقه ذوك اهلهم واخوتهم واخواتهم وعائلاتهم المحتجزين حقيقه في المغرب عند محمد السادس اللي قافل عليهم محمد السادس ومجوعهم محمد السادس ومتعدي على حقوقهم محمد السادس ومدخل احرارهم للحبس محمد السادس هذوك ما شافوهم هما شافوا لا ذوك الصحراويين الاحرار اللي موجودين في مخيمات العزه والكرامه لانهم مقتنعين بدولتهم ومقتنعين باستقلالهم ومقتنعين بانهم لا ينتزعوا ارضهم من الاحتلال لذلك يجيبهم هذا النظام يكلفهم بالنبيح ينبحوا على اسيادهم اللي موجودين في الدوله الصحراويه تحت مسمى الوطنيه المزيفه تعالوا تسمعوا اسمعوا انه المقهى كانت اولا تدير بالممارسات الانسانيه والجسيمه اللي كتعرضوا لها الاخوان والاخوات ديالنا في تندوف من السياسه الممنهجه ديال قياده البوليزاريو سيدي الكابرانا من ابسط الحقوق ديالهم حتى من الاحصاء حتى من ذاك الحق العوده نسيت الكابرانات خاصك تدخل الكابرانات علاه ما تدخل الكابرانات وش الجنرالات دخل الكابرانات الجنرالات راك نسيت الجنرالات انت راك محامي ما شاء الله المحامي ترى انك محامي ما شاء الله دخل حتى انت الكابرانات والجنرالات ودخل والجزائر كيف قالت لهم الشريفه نسيت الجزائر دخل الجزائر حتى هي باش تعود محامي ما شاء الله محامي الدوله تفاهه تفاهه هذا الفكر التافه هذا المنطق التافه اللي عندكم هذه اشياء خلوها الجاهل خلوها الانسان اللي ما مشى المدرسه ما يعرف خطوره الحرب الاعلاميه اي محامي 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 الدوله الزريبيه يتكلم بهذا المنطق واش بغيت واش من محاماه تتكلموا عنها هي محاماه هذه المحاماه الرؤوس عليهم وكذلك من التعبير ديالهم على الانخراط وراء جلالة الملك عبد الله في الموقف الرزين الهبيت من القضية ديالنا ديال الصحراء والطريقة الاحترافية والإنسانية والحقوقية اللي تعاملت بها المؤسسات شنو الاحترافية؟ الاحترافية هي 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 الاحترافية اللصوص حسن الاختصاصي مرحبا وسهلا يونس مرحبا وسهلا دانيا مرحبا وسهلا الاحترافيه عند هذو قطع الطرق اللي كاينين في نظام محمد السادس الاحترافيه هي اللعب بالقانون هي المراوغه هي الذكاء هذه هي الاحترافيه الاحترافيه فاش الاحترافيه الاحترافيه في التفاهه الاحترافيه تكون بالعقل وبالكفاءه وبالاستراتيجيات وبالشرعيه الا ما عاد عندك الشرعيه ما عندك ولا شيء شياطين كيف قلت تعتبروا انفسكم يعني الشيطانيه عندكم منسوب الشيطانيه طالع وتشكوا عن الشيطانيه هي الشرعيه لا الشيطانيه ليست هي الشرعيه الشرعيه شيء والشيطانيه شيء الشرعيه انا بالنسبه لي هي الذكاء اما الشيطانيه راه سهل اي انسان يقدر يعود شيطان اي انسان سهل
تحت المان طحت انت علي بوست المؤسسة العسكرية في الزجاج تمكين للتنقل التجاري والإنساني عبر ممر القرقرات أن يتم بسلام وفق ما الإفادات التي تمت إلى المنتظم الدولي خاصة في شخص الأمين العام للأمم المتحدة وجهاز الأمن. على كل حال هني هذا الموقف اللي بغيت نعبر عليه ديال التحية ديال التقدير والإكبار وخاصة ديك السيدة تعرف شكون السيدة مولاة المسمن سويميرة مولاة الطاقية عفوا مراود البغلة مراود البغلة وسنين البغلة خريجة بيوت الدعارة سابقا في إيطاليا مناضلة المناضلين هذو هما المناضلات والمناضلين في للتابعين للنظام محمد السادس يناظلون ويناظلات من أجل المناظلة مراودها كيف مراود البغلة شافوا عندها مراود البغلة قالوا خاص المراود البغلة ينزاد لهم سنين البغلة داوها عدلوا لها عملية تجميل داتها لطيفة داتها باش حضرت لها عملية تجميل باش عادوا عندها سنين البغلة حتى هي المهم باش يتطابقوا سنين البغلة مع مراود البغلة هذو هما اللي دافعوا عن محمد السادس هذو خريجات بيوت الدعارة في إيطاليا هما اللي يجوا يتكلموا لنا هون على الوطنية هذو هما اللي يدافع لكم على الوطنية الزريبة سمعتوا الزريبة هما اللي دافعوا عنكم هذو هما الذين يتم الإشادة بهم المحامي زهراش يشيد بمراود البغلاء سويميرة مولاة الطويقية لأنها جاءت ودخلت وسط واحد الوقفة احتجاجية جايبة معها شرويطة ليوطي تستفز المناضلين الصحراويين اللي دافعوا عن حقهم في الاستقلال وجاية هي وسطهم ورويجلها في السيارة مصطفى مقابل السيارة رويجلها طبعا هو ليس راجل بغلوها لأن مراود البغلة مع سنين البغلة مع بغلوها لابد شي كامل يعود في باك واحد هو في السيارة وهي داخلة وسط الرجالة تتناطح مع الرجالة باسم الوطنية وتصور راسها بطالة شو بطالة بطلتش وأنا كنت حاضر ونصور وشفت الأمور كاملة الأمل في الله سمعتوا وهذا هو هذه هي حقيقة الزريبة وهذه حقيقة الناس اللي دافعوا عن الزريبة الوطنية قال لك وطنية عدلوها مع المغاربة أخوتكم اللي موجودين في الحبس شقد شفتوا هذه مراود البغلة تدافع عن المظلومين في المغرب شفتوها شي نهار رفد القفر شي واحد موجود في الحبس مسكين مظلوم ها شفتوها هي ولا هذاك عويلي الهولندا هذاك اقلوا ذاك الكلاب عزكم الله ذاك الكلاب اللي كانوا سابقا في التاريخ كانوا يحطوهم في السيارة في مؤخرة السيارات منين تشوفوا انت تشوفوا يحرك راسه هذاك عويلي الهولندا نفسه تمام عويلي الهولندا ذاك اللي قالك يقرا باقية الولاء والإخلاص لصاحب الدجاجة ما نعرفهاش ما يعرف حتى يكتب اسمه قالك مناظل وراكم طيحتوا الذل على الزريبة طيحتوا عليها الذل إنين عادت معروفة في العالم بالتفاهة معروفة وش هذه المخابرات عندكم انتم هذو هم اللي يدافعوا لكم انتم عن طاقية الوطنية هذه النماذج واحدة خنزتها في إيطاليا تم تفهم على الدعارة إنين شاب راسها في الدعارة وجات هون فرنسا تقول لك أنا راني مناظلة سنين البغلاء لو كانوا ما عدلوا لها سنين البغلة لا تبقى من يعرف قاعش من سنين عندها قالوا هما ما دامت هي في الواجهة تعالوا نحسنوا لها سنيها شوي باش يعودوا أخذات شوي تعود جميلة في الصورة وداوها عند خلصت عليها لطيفة داتها عند يمكن داوها للمغرب يمكن عدلوا لها سنيها عند شي عندك صحاب السنين اللي في السوق في السوق السبت والله جمعة سحيم والله ندوها عند هذوك عدوا لها السنين فما عند سنين البغلة وجات بيه من فرنسا أنا لا أفهم مرتبات الليل كامل مع الرجالة وبغلوها في سرير النوم أنا هالشي ما نفهمه أنا ما نفهم
منف هذا هو النظام. زوج هيكبس بغلوها هذاك بغلوها يكبس في سرينه وهي جالسه ليا مع الرجاله جالسه مع واحد ذاك بوحنو كهرباز ولا كرباز ولا شنو حتى هو يشرب الشراب ويتم يبعد على الكاميرا باش ما يشوفوه الناس باش ما يشوفوا عينيه يا غير شايفين حنوك وعادوا يعودوا حمر في الليل سبحان الله في النهار ما يعودوا حمر الا في الليل سبحان الله. هذا هما المناضلين وهذا هما اللي دافعوا عن محمد السادس هذا هما الوجه الحقيقي لمحمد السادس. واحد حنوك يحمر ولا في الليل وفي النهار سبحان الله ما يحمر وحده سنيها كيف البغلاء ومراودها كيف البغلاء وكل معدل لايف مره تبكي مره تضحك وهذا هو يدافع على الوطنيه. هذه هي الوطنيه عندكم انتم هذا هو الوطن شنو الوطن هذا اسمعوا اش لا يقول اللي بقات وقفه اللي تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي بواحد الشكل كبير ولا بتنهار ولم تخرقها وما تخلعتش وبقات واقفه قدام البلطجه قدام هذاك اللي كيهدد هذا العصا في بلد اللي كيقول الحريه والمساواه والسلم وحقوق الانسان وحقوق المراه بالخصوص. فاللي بغيت نقول لك حنا اولا المغاربه ما يمكن لنا الا نضرنوا ونددوا باش وما يمكن لنا الا نحملوا السلطات الفرنسيه المسؤوليه للحمايه رعايانا وكذلك تمثيلياتنا الدبلوماسيه وفقا لما هو منصوص عليه ومتفق عليه في المواثيق اللي هي القوانين الدبلوماسيه. وكإخبار احنا الان بصدد دراسه تقديم شكايه باسم الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان في شخصيه رئيسيه الاستاذ حبيب حجي غتقدموا بها الرئاسه الدوليه بالعامه في مواجهه رضا الليلي. رضا الليلي هو الاول هذاك رضا الليلي هو الاول هذاك رضا الليلي هذاك رضا الليلي خاص تقدموا بالشكايه تجيبوه من فرنسا. سمعت البزناز لوبو راه رجع البزناز هون بزناز سيكاتريسي كامل الله يحفظ شكون خبطك انت وجهك كامل خسر لك ما خسر لك وجهك البزناز لوبو وجهك كامل. اذا رضا الليلي خاصنا عندنا بين شكايه يجيبوه للقرعه الشريفه في المغرب لان هذاك رضا الليلي مشكله مع هذاك رضا الليلي. رضا الليلي مشينا صورنا لامو عثرنا فيه مشينا عند اولاد وديك الساعه ما حدهم في المغرب سابق 2021 ما نجحنا ناثروا فيه شرنا له الكذب والبهتان شوف خيخي ما اثرنا فيه كتبنا عنه المقالات ما اثرنا فيه كتبنا عنه السب والشتم سبيناه وشتمناه للعين ما اثرنا فيه مشكله مع هذاك رضا الليلي. اذا سنقوم بوضع واحد الشكايه من السلطات الفرنسيه باش نجيبوا هذاك رضا الليلي نجيبوا للمغرب. سيكستاكو مرحبا وسهلا. مشكله والله. مرحبا وسهلا مين مرحبا وسهلا. اذا شحال عندهم مع هذا رضا الليلي الشكايه راهي في 2000 لهذا 3 سنوات فين مشات الشكايه زهراج منين جلست الشكايه مازال تزحف جايه على السلحفات ارسلتوها من المغرب على ظهر السلحفات جايه السلحفات الشهور كم من سنه فوتت هذه الشكايه. ضحكوني والله ضحكوني. سنه اللاجئ السياسي معطيانو الحمايه الدوليه يا الجهلاء الحمايه الدوليه يا الجهلاء الحمايه الدوليه راه ما تعطيها فرنسا تعطيها الامم المتحده ومنين تعطيها الامم المتحده ما تعطيها على هواها لا على هواها فقط تعطيها بعد ان تبحث على الاسباب وتدرس الملف وتشوف واش فعلا هذا الشخص يستحق الحماية الدولية والله لا ومن تعطيه الحماية الدولية أراه مقدم على ياسر من المواطنين في فرنسا فيما يتعلق بأمنه وبسلامته من يمشي يحط شكاية الشرطة الفرنسية تتعامل معاه باحترام الحمد لله ما قد دخلت كوميسارية من ديني حتى هذه سبع سنوات
ولا مرة واحدة الحمد لله استدعيت للشرطة. أنا نمشي نحط الشكاية بهذا اللوب والبزنات راني حاطة به أي ثلاث سنوات، هو ما في راسه حاط به شكاية منين تم ترحيل فيصل الله إن شاء الله يطلع صراحه، وسويني خلاص عشرات الشكايات، وزيد عليهم قدوري في الأرجنتين، وزيد عليهم هذاك خالد كذلك في مونتلاجوري، وزيد عليهم راي تقريبا أكثر من 30 شكاية ضد المغاربة هون في فرنسا وفي إيطاليا وفي إسبانيا وفي بلجيكا وفي سويسرا وفي هولندا زيدكم، لأن هذه بلاد الديمقراطية، هذه ما يزريبة كيف زريبتكم أنتم، هذه الديمقراطية، هذه بلاد الديمقراطية، وبلاد الديمقراطية أعطوا عليها الناس الدم باش تكون على هذا الحال. تجيها أنت الجيعان، تجيها أنت البزناس، تجيها أنت مولات المراود البغلاء باش أنت تقربي لها ديمقراطيتها، تزوري لها أنت ديمقراطيتها باش تمشي معها وكنتي. انت لو كانت تعرف لك فرنسا ترفدك وتطرحك عند سيدك تعيشي مع سيدك، وانت اللوبو البزنس لو كان يعرفوا لك ايطاليا يرفدوك من ايطاليا وحطوك عند سيدك تبقى تتشمس فم في في في, في قصبة تادلة والله في ميدلت والله تتشمس باش تعرف راسك القيمة اللي معطيها لك في بلدان الغير، لأنكم انتم الحيوانات، انتم الحيوانات على الحيوانات يعرفوا القانون، الحيوانات راه بمجرد يزوروا القانون يفرعنوا، ماشي الواقع لكم انتم تلقاو راسكم في بلد ديمقراطيه وتم تفرعن اعتبر راسك بانك عايش في نفس الزريبه اللي كنت فيها حتى تجيبها في راسك، النهار اللي تجيبها في راسك النهار اللي يجيك كونفوكاسيون توقف قدام المحكمه يتبدل عندك الحال، تظهر شخصيتك الحقيقيه وتبقى ترتعد فهم وهيك ساعه شوف مشي عند محمد السادس قول له يعطيك المحامي والله يعطيك باش تخلص لامونت والله يخرجك من الحبس، وهذا الشيء اللي نقول لكم انتم، ولكن انتم جاهلين، انتم تربيه الكوارة، تربيه الاسر اللي ما عندها اخلاق، شيء طبيعي بحال الحيوانات. انتم اللي بغى يتكلم على محمد السادس نبينوا مع محمد السادس، محمد السادس راه عنده وزارة خارجية، عنده مخابرات، اش دخلك انت؟ واحد يتكلم على محمد السادس، واحد عنده مشكلة مع محمد السادس، اش دخلك انت فيه؟ اش دخلك فيه؟ مين حكك انت الحبل على محمد السادس؟ محمد السادس إلا بغى يدعي هذاك الشخص راه عنده الآليات باش يدعي، راه عنده الملايير باش يقبض 20,000 محامي ضد محمد الراضي الليلي في فرنسا، ولكن عارف محمد السادس بأنه مولا يصور شيء من محمد الراضي الليلي، لأن محمد راضي الليلي ظالمه محمد السادس وسارق له أمواله وسارق له حقوقه كيف ما هو سارق كذلك أموال الشعب الصحراوي ومحتل هايك الأرض، الشيء واعر لك تفهمه، ولكن انتم جهال. احنا نخاطب، احنا شكل عنا نخاطبه مع البشر، ولكن احنا نخاطبه مع الحيوانات، لأن أمثال هذا اللوب والبزناز وهذه مولات المراود وهذاك عويل الهولندا وواحد المجموعة أخرى من الجهالة، هذو هما اللي يسقطوا بسهولة في يد المخابرات المغربية تضحك عليهم، الساعة اللي يتورطوا الساعة اللي يوحلوا تخليهم المخابرات تقول لهم السلام عليكم. سمعت اللوب والبزناس؟ أنا راه هذاك اللي قابض لات جيت في إيطاليا أنا نعرفه دريس، إلا بغيت نعطيك تليفونه نعطيك تليفونه. سمعت البزناس اللي تهاجم مرة كذلك تهاجم الأخت جيجي راعيها معنا هون، ما تتكلم ما تكلمت بالأخت جيجي، انت راجل، انت جيجي مواطنة صحراوية تدافع على شعبها، واش دخلك انت؟ الصحراء الغربية باش عاد المغربية باش، ملي كانت مغربية متى كانت مغربية؟ هي لو كانت مغربية كاع ما تدافع انت عنها، ما يضطرك النظام اللي تعود انت تدافع عنها، الجزائر مات الجزائر نهار كامل انتم تسبوا في الجزائر، واش هذه بلاد هاي يضرك؟ هذه بلاد، بلاد هاي راك بلاد اللي تنتج لك هذا اللوب والبزناز وتنتج لك هذه مراود البغلة والله تنتج لك هذا البطريش الأحمر كامل اللي عايش في الخارج، اللي هو لاجئ في الدول الأخرى، لاجئ بسبب نظام محمد السادس وليس بسبب البوليزاريو. نكملوا مع زهراش. إذا الشكاية تقدمت الحمد لله وتم ترحيل محمد راضي الليلي قبل 3 سنوات وها هو الآن في الزنزانة.
سمعت اللي في البزنس هو سمع واللي سمع حاضر وكذلك العصابة التي كانت معها عصابة وين هذه أوروبا تسكن عندها العصابات مشكلة مع هذه أوروبا. شوفوا العصابة اللي كانت في المغرب تتكلم عن الأحرار اللي موجودين في الخارج شوفوا باش توصفهم هما عصابة هما راه معين في رؤوسهم عصابة والأدلة كاملة ضدهم على أنهم عصابة ولكن يبغوا يتهموا الناس بأنهم بعصابة. احنا ما لنا عصابة الحمد لله احنا خارجين بالصوت والصورة ما لنا واكلين مال ما كانت عندنا مسؤولية ما خلنا مسؤولية ما هربنا من المغرب لأننا هربنا الأموال والله بعنا الحشيش والله بعنا الكوكايين والله ارتكبنا شي جريمة لاكس احنا حقوقنا كاملة موكولة في المغرب احنا حقوقنا راهي عندكم 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 انتم مسؤولين عنه بالإضافة إلى ذاك العمل الشنيع واللي كان يددوا فيه اللي أقدموا عليه ديال إحراق العالم والسب في رموز هذا البلد وقدمت المؤسسة الملكية وكذلك الاعتداءات الوحشية الضرب والجرح الذي لاحق ليس فقط واش إلا وقع الضرب والجرح ينتظركم أنتم تجوا من الزريبة تحطوا الشكايات على القضاء الفرنسي والمحامي الجاهل يا المحامي الجاهل يا زهراش الجاهل يا راني تعرفني ونعرفك وكنا وشربنا في بلد وسافرنا في بلد وبتنا في بلد المحامي الجاهل قال لي النهار اللي يكملوا منك ليلوحوك في لابوبيل هذه تذكرها حطها في بالك النهار اللي يكملوا منك ليلوحوك في لابوبيل كيف لاحو دريس البصري في لابوبيل راهو ما يقترب منهم حتى ما مات انت راك تعرف ما قال هذاك المحامي الدوله سابقا المحامي المديريه العامه للامن المغربي تعرف ما قالوا تعرف عنه مات فجاه في مكناس تعرفها ولا ما تعرفها وحتى انت راه جاي نوبتك الساعه اللي كملوا منك يلوحك في لابوبيل هذه ديرها في بالك دخلها في بالك اويا الجاهل سابق اي وقفه راه يجي البوليس ويحطوا كاميرات للمراقبه في مكان الوقفه ويصوروا الوقفه كامله من الفها الى ياها من الزوايا الاربعه ومعاهم واحد من البوليس مع الجاليه الصحراويه ضروري يعطوهم واحد ينسق معاهم من البوليس وساعه اللي تكمل الوقفه يمشوا يشوفوا الفيديوهات الا كان ضرب والجرح يمشوا يجيبوا شكون اللي كان ضرب والجرح ماشي ضرب والجرح على هواك انت ضرب الجرح غير عليه هواك انت واش انت محامي والله بيع مطيشه الا كنت بيع مطيشه قولها لنا ونتعدي على المحاماه واش عارف شنو هو الضرب والجرح هذيك سويمرا مراود البغله راهي جايه بفيديو قبل ما تدخل الوقفه وراهي ماشيه بفيديو بعد الوقفه معنى على انه لا ينشوفوها قبل الوقفه وبعد الوقفه اذا كان فيها الضرب والجرح لا ينشوفوا الدم في وجهها والله نشوفوا الكدمات في وجهها هذا هو الضرب والجرح وهي مصورة راسها منين جات ومصورة راسها منين مشات باش تعرفها غبية لأنه أصلا هو اللي يخدموا مع المخابرات المغربية كاملين نجي من الجهال مصورة راسها بعد الوقفة وتتكلم عن الضرب والجرح من هو هذا الضرب والجرح الفيديو راهو يدينك إضافة إلى أنها جايبة ولدها للوقفة لو كان يكتبوا بها للسوسيال يقلعوا منها ولادها لأنها غير ليست أم صالحة للتربية جايبة ولدها عرضته للخطر وسط وقفة احتجاجية فيها الناس اللي دافعوا عن قضيتهم وأشرح لنا أزهراش مطيشة أشرح لنا شنو رأيك أنت في هذا الشيء المحامي الضليع ما شاء الله ضرب والجرح يعني انتم على هواكم الضرب والجرح الارهاب كل شيء انتم على هواكم انتم لا تصور الامور على 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 خاطركم انتم كما تحبون ضرب والجرح ايه كمل المواطنين والمواطنات اليوم كذلك مسؤولين في هيئات سياسية وكاين مسؤول من الكسافة الإقليمية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب قوى أخرى اللي تعرضوا للاعتداء تما وهذاك السيد راه ناولته منين هذا منين هذا شد المستوى هذا
منين هو هذا الاتحاد الشراكي والمتحد الشراكي؟ حول يا حول ولا قوة إلا بالله. في مواقع ممكن نذكركم الاسم ديالو، حنا غادي نعرف الشكايه لرئاسه حتى والشكايه ما يمكنش لهذا السلوك كمطلوق على عوائله. القانون كاين محليا ووطنيا ودوليا، كاين قوانين اللي كتاثر هذا الامر وكتحمي هذا الشيء. الناس المساطير ديالنا فوق التراب الوطني وكذلك فوق التراب الفرنسي في مواجهات رضا الليلي ومن معه. هو رانا ننتظرك، رانا ننتظرك، راه رضا الليلي، رضا الليلي راهو ينتظرك، راهو له 3 سنوات هو ينتظرك. ثلاث سنوات واكثر. منين هي الشكايه؟ منين؟ باش تعرفوا مكذابين، باش تعرفوا مكذابين وتعرفوا عنهم مساكين، راهم يخبطوا الرصاصه ولكن الرصاصه مات. علاه ما يجوا يكلموكم يقول لكم شوفوا احنا رانا حاطين الشكايه وقضاء فرنسي لحفوا جهنا؟ علاه ما يكونوا صراحاء معكم؟ علاه ما كيف ما جاوا يتبجحوا في اللايف في الفيديو وسنضع الشكايه ضد رضا الليلي ومات رضا الليلي؟ يجوكم كذلك يقول لكم احنا حاطين الشكايه ضد رضا الليلي ولكن ما عطاتش هذيك رضا الليلي، ما عطاتش الشكايه، ما عطاتش. ايوا شوفوا لا دي سي ولا جيت ولا دي جي سي او وزهراش وتحفة وفلان وعلان وعساسة السيارات، الجميع يعني ما كاين حد، ما كاين حد من في المغرب ما جندوه ضدنا، ما كاين حد ما جندوه ضدنا، اللي يعرفنا واللي ما يعرفنا، حتى عساسة السيارات، يعني حتى العساسة وقت من الأوقات مشاو يعدلوا الاستجوابات مع عساسة السيارات. تعرف رضا الليلي؟ نعرف رضا الخائن، خائن مثل الخائن، مثل الخائن، الخائن مثل الخائن. ما خلوا مدرسة الأولاد ديك الساعة مشاو عند مدرسة الأولاد، ما خلوا حد صاحب المحل التجاري كذا. تعرف رضا الليلي الخائن؟ رضا الليلي الخائن، ما قال رضا الليلي الخائن وكذا والخائن وهذا الخائن. شو الخائن؟ تعالى شوف واش هذا الشيء اللي نقول لك صحيح ولا كذب. إلا كنت صادق مع نفسك اللي تقول فعلا هذا الشيء اللي يقول حقيقي، وانتم واحد شطحكم، واحد شطح الملايين. تدخل الان لايف لا تدخل، يجي يمكن في لعب جاهم بوعو يتم فمي يتخزن هو. لا ما هو هو رضا الليلي خائن مات الخائن. نجيب لكم الفيديو، خلينا نضرب لكم الفيديو، نشوف لكم فيديو امه وجدته وعمته. تعالوا تسمعوا جدته وعمته، جدته ولا عمته، ولا سمعتوا جدته ولا عمته، شا يعطيكم مثلا يغير لكم الحقائق؟ لا يوقف محمد رضي الليلي، لا يسخف محمد رضي الليلي، لا يموت، لا ينتحر، ما يقبض قنبه ويشنق راسه. اذا هذه الاشكاليه اللي عندكم اشكاليه عميقه، اشكاليه الجهل، بلاد ينخرها الجهل، المحامي فيها جاهل، صاحب البوليس جاهل، صاحب المخابرات جاهل، الوزير جاهل، رئيس الحكومة جاهل، مدير العام للإذاعة والتلفزيون جاهل، الولاة جهال، العمال جهال، القياد جهال، اللي بايع شرفة في إيطاليا جاهلة، اللي كان يبيع الحشيش في إيطاليا ومازال جاهل، كل شيء جاهل، كل شيء جاهل، كل من يسبح باسم هذا النظام هو جاهل. تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم، والى اللقاء. اللي يبغى يشاهد هذه الحلقه فانه سيتم بثها بعد قليل ان شاء الله الرحمن الرحيم في القناه في اليوتيوب. شيخات الاطلس رجعتوا ولا ما رجعتوا؟ جمال باست رجعتوا؟ رجعوا الشيخات والله مازالوا ما جاوا، بس راهم كلاب الخميسات ينتظروا، كلاب الخميسات راهم في المطار، مشاو للمطار. اللي يتقضوا في الدار البيضاء ولا بعد على الاقل نعلموا كلاب الخميسات يمشوا فهم ينتظروا في المطار. تحياتي لكم، شكرا جزيلا، اهلا وسهلا.